الاختفاء له ظروف كتير قوي طبعا كانت خارجه عن ارادتي. كان في ناس افتكرت فعلا من صحابي من المقربين ليا ان انا توفيت وابني توفى، ربنا يا رب يديه طول العمر. زب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك. كان عندنا سفاح في تونس، سفاح نائب المعروف، اكتشفنا انه السفاح ده كان ساكن قريب من بيتنا ما بيننا شارعين، واخويا كان بيلعب مع بنت اخت السفاح. سناء يوسف برحب بيكي معايا فانتك، مختفيه عننا ليه؟ والله مش بمزاجي الاختفاء الصراحه، بس شويه بس انا رجعت اهو. سناء يوسف عامله اعمال كتير مميزه، اختفائها لازم كمان نتسائل عليه ليه؟ رحتي فين؟ مش عاوزين نسأل كتير على الاختفاء لأنه الاختفاء له ظروف كتير قوي طبعا كانت خارجة عن إرادتي، بس أنا طبعا طول عمري عاشقة للفن وبعيش وبتنفس مزيكا وفن يعني، فإن شاء الله اللي جاي يبقى أحلى إن شاء الله. الفترة الأخيرة طلع إشاعة سخيفة، مهم نذكرها، إشاعة سخيفة وفاتك، انتي انفعلتي وقلتي ها قاضي. استقبلتي الإشاعة ازاي ورديتي عليها؟ بصي انا الإشاعات ما بتضايقنيش، بس الإشاعة دي اتضايقت عشان خاطر الناس اللي بتحبني، يعني خوف الناس عليا وصحابي واهلي، قلقهم عليا، هو ده اللي كان ضايقني شوية. بس انا زي اي فنان زي اي حد مشهور معرضه للاشاعات دي، بس فعشان كده بعد 3 اسابيع كان لازم اطلع لانه كان في ناس افتكرت فعلا من صحابي ومن المقربين ليا ان انا توفيت وابني توفى، ربنا يا رب يديه طول العمر، فكان لازم اطلع بقى عشان مش ملحقه ان انا ارد على كل المكالمات وكده. بس في نفس الوقت زي ما هم ضايقوا الناس وضايقوني، في نفس الوقت فرحوني، عرفوني قد ايه ليا ناس بتحبني، ليا جمهور بيخاف عليا، فبقول لكل جمهوري ربنا ما يحرمني منكم، وانتوا سندي واقفين في ظهري طول الوقت بعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه الاعمال اللي عجبت سناء في فتره اللي انت كنت قاعده فيها بتتفرجي على الاعمال؟ ايه العمل اللي لفت نظرك وكان نفسك تبقي موجوده؟ جعفر العمده السنه دي كان مميز جدا جدا، تحت الوصايه مدام منى زكي، وحاجات كتير طبعا، اعمال كتير. الاختيار كان نفسي منى عيني اشارك فيه لو ب3 مشاهد حتى، فيلم الممر برضو كان حكايه يعني. عرفت كمان سر بسيط كده ان صوتك حلو، مين اكتر مطرب او مطربه بتحب تدندني له او تغني؟ طبعا بحب ورده الجزائريه الله يرحمها، مدام فيروز، سيده الصباح والمساء طبعا مدام فيروز، ناس كتير قوي، ام كلثوم، وائل جسار، كتير يعني. الاغنيه اللي انت بتحبي تغنيها الفتره دي انا عايزه اسمعها منك. ابا طب هتقدري؟ هنقدر مع دول؟ هنقول اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك. مش قادره اغني كتير عشان الصوت اللي حوالينا. مين اللي تتمني كمخرج او ممثل دلوقتي تشتغلي معاه؟ في كتير، محمد سامي، بيتر ميمي، في طبعا ناس تانيه بره يعني بره مصر، برضو في مخرجين تانيين برا جمهورية مصر يعني، ففي ناس كتير قوي طبعا. هموت واشتغل مع عيلة عرفة، استاذ عمرو عرفة وشريف عرفة وكده، من زمان قوي قوي كان حلم حياتي ان انا اشتغل معاهم يعني. شفتي مسلسل سفاح الجيزة وشفتي ردود الافعال اللي عليه؟ شوية بس. بصي عشان ابقى صريحة معاكي، انا جبانه ما قدرتش اتابعه لغاية الاخر لانه كان عندنا سفاح في تونس، ومع الوقت كنا اكتشفنا انه السفاح ده كان ساكن قريب من بيتنا ما بيننا شارعين، واخويا كان بيلعب مع بنت اخت السفاح، فطبعا انا اوريدي عندي الرعب من الموضوع ده، فبتفرج على المسلسل وانا بفتكر ذكريات الطفل الطفوله يعني، فالحمد لله. طب اتمسك ولا لسه عايش؟ هنتمسك، هو موجود في الصحافه التونسيه، سفاح نايب المعروف، لان انا من نايب، البابايا من نايب. ليكي يا سناء، طولتي. العفو يا روح. باي باي.